وحاول في تكوين الفريق الحكومي اتباع منهجية تضمن اختيار أحسن كفاءة. بالنسبة للأمن ومقاومة الإرهاب، سيقع تثبيت وتعزيز المنظومة الأمنية التي حققت نجاحات مهمة في الفترة الأخيرة. أما بالنسبة لمقاومة الفساد، فقد وقع توضيح صلاحيات بين الحكومة وهيئة مكافحة الفساد التي سيقع تعزيز إمكانياتها. التركيز على تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وعلى الطاقات البديلة وعلى المهن الصغرى وعلى المبادرة الخاصة وعلى دفع التصدير. ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة مع حضور للشباب والمرأة. تكليف 8 كفاءات نسائية بحقائق وزارية هامة مثل المالية والصحة. أما الشباب فقد أفردناها ب 14 حقيبة وزارية من بينهم 5 حقائب لشباب دون 35 سنة وكفاءات تونسية. وزير العدل غازي جريبي، وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، وزير الداخلية هدي المجدوب.